المعلم هو حجر الزاوية في العملية التعليمية، والمعلم هو من ينشئ أجيال المستقبل، فرسالة المعلم كبيرة، فطلاب اليوم هم أمل الغد المشرق. فتحية إجلال وإكبار لهذا المعلم المتفاني، وطوبى لتلك الأيادي التي علمت وغرست في نفوس طلابها العلم النافع والمعرفة الجامعة والأخلاق الحميدة والقيم الرفيعة والمواطنة الصالحة. فهذه الأنشطة التربوية والإجادات الطلابية على هذا المسرح هي من نتاج المعلم الذي كرس وقته للعمل والمثابرة، فاستحق التكريم على جميل العطاء. التكريم يعني الكثير، أول شيء مواصلة العملية التعليمية في المدارس الخاصة وأهميتها في السلطنة. مطلوب علينا جميعا إحنا كإدارات مدارس تكثيف العمل، الإزدياد في مسألة التحفيز والتشجيع للأخوة المعلمين والأخوات المعلمات، وإعطاهم جرعة ربما يكون تزيد في مسألة العطاء والمثابرة. 93 من التربويين من المعلمين والمعلمات والهيئات الإدارية والفنية والمدارس الخاصة بتعليمية الظاهرة احتفل بتكريمهم في حفل تربوي بهيج تقديراً لدور المعلم في العملية التربوية. التكريم ده عن صراحة فخر لكل معلم، حسينا بإحساس جميل جداً، دافع معنوي إن شاء الله للسنوات القادمة للإبداع والتميز. يجب على المعلم مثل ما كان يجب عليه سابقاً، هو المثابرة والجد والاجتهاد، أيضاً في اكتساب التقنيات الحديثة في التعليم والتعلم لمواكبة عصر العولمة والحداثة والتقنية الجديدة. معلم الأجيال يا نورا بدا بين القلوب تردد الأسماء، أمعلم الأجيال يا روحا غدت تعلو علو المجد حين يشاء. متابعة الأمور المهمة في ظل التقنيات الحديثة وما تشهده المنظومة العالمية من تقدم في مختلف المجالات من الأمور المهمة التي يجب على المعلم الوقوف معها والاستفادة منها. محمد بن سعيد العلوي من كلية العلوم التطبيقية بولاية عبري محافظة الظاهر.